السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غندير لكم فيديو جديد خاص بالدريس التقليدي اللي كان كيعيشوا الاباء ديالنا والاجداد، وبغينا نعيشوا معكم هذه الاجواء هذه. درنا خصيصا لكم باش تعيشوا معنا لقطه بلقطه. كما كتلاحظوا دابا كيديروا هذا البغال والحمير باش غادي يدرسوا واحد زرع الشعير، وها هما دابا هادو مختصين في الدرس، جبتهم خصيصا يدرسوا معنا. خد السيده دا مريض وعيان وقال لك السيدي مرحبا نديروا للناس فيديو ونشوفوا كيفاش يخدموا كيفاش كيدرسوا. ورجعونا الايام زمن السبعينات والستينات، الاباء والاجداد كيفاش كانوا الناس في الاول كيدرسوا بعد ما دخلت عليهم الماكينة الحصاد وتبدلت الأجواء. وبغينا نرجعوا للتقاليد، رجعوا على 30 عام اللور. هنا بسم الله على بركة الله كنطلقوا كيفاش كيدرسوا. هانا الشيء تقليدي إن شاء الله. ها هو هذا الشرح ديال هذا الكبير كيفاش كيدور. كما كتلاحظوا دابا العمليه ديال الدرس، هذا كيسموها الفلاحه هذه الاولى، هذه كتسمى التقيده، هذه هي الاولى، وهذا كيتسمى الزعواط. ها هما كيتصنفوا فيا كنصور فيهم. كما كتلاحظوا المحترف الزياني هذا هو اللي مختص في الدرس. شوف ملي كندخلو حنا كنكونو بواجدة، كيدخل هاد الزياني هذا كيعرف كيفاش يتعامل معاهم. سير سير سير. شوفو هذا عايش معنا الأجواء. امام برج ايفل، برج ايفل ديال الحمام. سير 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 سير. يلا سير. شوفوا الطريقة ديال الدرس، نشوفوا البغال سيدي، شوفوا اللي يروح اليوم. عيشوا معنا الأجواء من قلب دكالة من دوار الحمامنا. حنا رجعناكم للذكريات ديال السبعينات والستينات والخمسينات خصيصا لكم هذا الفيديو سيدي. يلا السي الفلاح الزياني، يلا يلا يلا. قال لك مريض عيان مسكين، وملي قلنا ليه راه غنديروا فيديو قال لك مرحبا مرحبا. يشوفوا السادة المشاهدين الكرام، اش كدير دابا؟ شوف كيفاش كيقلب. العملية دابا كتسمى اللي كيدير شاد المدرة كيقلب، كيقلب الدرسة كتقلبها قوة الله أكبر صلاة الظهر. كيفاش كتقلب هاي؟ الدرسة كطيب. عيشوا معنا الأجواء حتى تشوفوا كيفاش كيتدرس وكيخرج الحب ديال الشعير. دابا كيتسمى التقليبة، كيقلب دابا في الدرسة هادي هي الكاعة كيدرس فيها. هذاك راه الباهي مخرج من برا يتنفس بين ما قلب. هادي التقليبة الأولى ياك أسي؟ مرحبا.
سيدي كيفاش من الاجواء كيفاش كيدرسوا الناس. كاين اللي متاحش شي الفرصه وما عمرو عاش الناس غيعيشوا معنا، واللي كان عايشو فكر الذكريات هذا مكان. وللمزيد بقيه مازال نزيد لكم شويه، انا مازال باقي خدامين. هولينا على هذا البرد هذا اللي كاين دابا. سير هذي السمو لإدريس الحبة بمية تليس. سير على راسك. طيب 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 ايه بس الاجواء نشوفوا هذا اللي كيقلف الزرع. هذا الزياني راه جا من الاطلس، هذا جا من خنايفره، جاي مسكين من خنايفره حتى لهنايا. ايه هذا السيد راه كيقلب على ولده، واحد ولد سميتو سعيد وواحد سميتو محمد، راه توضروا ليه قال لك راه لقاهم في السلق، وان شاء الله نمشي نشوفهم ان شاء الله. السيد هذا مضري لي ياك سيدي، مضريك شي جوج دراري ياك. مضري لك ها؟ شحال من عام باش مشاو سيدي؟ لازم هذا الزياني ساكن في واحد المبنى راه مضري على جوج دراري ولادو. قال لك راه في السلق، لقاهم في السلق. دابا كنوصلوا العملية ديال اش كدير دابا؟ كيقلف الزرع، علاش كتقلف فيه؟ قال لك باش يدرس مزيان. يدرى تدرية. انا سيدي باش يتقلف. ايوا شكون اللي بقى عاقل على هادشي؟ مكاينش اللي بقى عاقل الا الناس اللي كانوا بهاد اللي دوزو داكشي. دابا اش غنديرو الباترون؟ راه دخل بهيم زيد تايا. هذا سيدي هذا بلا ما نشري الصورة ديالو مسكين، شو دار مشى للبارا سميتو. على سير جيك فيش ساعة عاوتاني غدا قدامة أمارش، قررنا نساليو إن شاء الله. بقى لينا والو، بقى لينا هاد الشوية هادو حيت غنوري لهم شوفو هاد الشوية ديال التمن. هادشي هادا بقى درسة درنا دابا شحال من درسة درنا؟ باش عاقل هاي وحدة الأولى الثانية الثالثة هذه الرابعة هذه الرابعة خمسة خمسة الدرسات اللي درنا هذه في الأخر نشوفوا المحصول ديالها شحال. يلا انتظرونا في نهاية الفيديو. إيوا طبيعة ديال الناس البادية ديال الدكالة، أجاولنا الماكلة في السطل. أش هاد كيدنا نقلبو هنا يمكن سايكوك هذا، هذا سايكوك. هادي البلبولة، حل لي حل لي هاد القرعة، هادي حل لي هاد القرعة اش فيها؟ أولا لا 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 البن والزليف ديالهم تبارك الله. هادي قاعدة تضرب تري صحة والراحة. هز سيدي هز هاكا سيدي. إيوا إيوا سيدي بقى لينا واعر الفيديو نساليوه، العملية سالات. ها اللي باقي دابا من هنا زيد سيدي سير 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 داكشي اللي ما عمركم شفتوه غتشوفوه معنا ان شاء الله. هاد الفيديو هذا ها هو كيدري كيخطط في سميتو الزرع. ايوا غادي نمشي وحدي ديك الشوكه ايوا غادي نقصيو. يلا فرجه ممتعه. المنظر هذا ما تشوفو الا عندنا حنا ان شاء الله، شوفوا في هاد الفيديو كندرسو. ايوا سايكوك راه لي نتوقف هاد اللعيبه شويه هنا غنجيبها قد كلمة. اي بسم الله. داكشي بنين، واش غادي ناكلو هادشي هذا؟ ايوا الصحة تكون وراحتكم.
هو كيدري دابا واش كيدير؟ ها هو كيدري، وها محصول ديال الزرع هذا. هذا هو العمل اليومي، اليومي الفلاح. الفلاح كيفاش كيكون يدرس، كيفاش كان كيدرس دابا مبقاش كيدرس هادشي. نادرا حنا درنا اختصار لكم، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله من يومية الفلاح. نمشيو نديرو بكم فيديو اخر. تابعونا وبارطاجيو وديروا جيم وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.